وسهلا فيكم في الرسالة اليومية لمعسكر الأكاديمية الملكية للشرطة. اليوم ما راح تكون هناك جولات للشباب، بل ورش عمل تقام هنا في المعسكر، وهذه ورش العمل تأتي ضمن الأهداف المقام عليها هذا المعسكر، فخلكم معنا. شوف سلام الى الامام الى الامام سلام واحد نفس اليد نفس اليد يد اليمين خلاص خلاص نفس اليد تبع على طول بالعدد 2 نفس يدك الامام انظر بس اوكي انظر للطابور شو بدك تحب يسوي الطابور اسمع عادي باليمين سلام العالم سلام قف يعيش حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعيش حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعيش حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعيش واحد أصيل ياهير واحد أصيل ليل واحد أصيل ياهير واحد أيوة دوران إلى اليسار در واحد دوران إلى اليمين در واحد ليلان واحد خطوة إلى الأمام سر واحد خطوة إلى الخلف سر واحد خطوة إلى اليسار انضام سر واحد خطوة إلى الأمام سر واحد سر يمين سر كل سر يمين سر لما انا احط البداية انا بقابل فلان فالثاني يعني احط الشخص اللي انا بقابلها بالاضافة ان انا بحصل نخرج احد من اخواننا ونسوي لكم حفلة في البيت او يعمل في البيت وتصورونها فمثلا والله انا بصورهم عقب ما تجمعون هذه الماتيريال كلها تصوير الفيديوهات بتجون تقعدون تمنتجون انا بحط لي قبل بحط لي قبل تسوون السيناريو بشكل النهائي مثل ما قلت انا نموذج من افلام عربية السيناريوهات مالتها موجودة على الانترنت بس تاخذون فكرة شلون بيكون فنطلع احنا يعني في طرف ثاني او في شخص ثاني بيتظاهر فحط القانون شو اسمه؟ قانون المرور اللي فيه عن السرعه طيب المفروض هو شو يساوي؟ يشتكي لمن؟ الشرطه ليش من الشرطه؟ يعني المجلس الاعلى للمراه قرار بشكل متطور يعني مؤخرا في مؤسسات او
يعني في خط مختص تتبنى المرأة تجعلها تعمل في أماكن متخصصة لها. مشكلة الحال. مشكلة شنو؟ المشكلة الحال. المشكلة الحال حلو. أنا كذا ما أبغى أدري على هذا الموضوع. مو كل شيء نفعنا وحنا نعرف. علم الوقت. أنا بس أدبية ثانوية، أدبية علوم، أنتم تدرون عنها؟ والله شوف إحنا سوينا حق التعليم ما في إلا رسالة إن تحصلون بعدين عن الثانوي، فهوني تعب يعني. وجهت نقد معين. إيش تعال هني وشرح حق الشباب اللي قلت لك إياه. فبساعدك أنا وياه. اقرا لنا صوت. عندهم مهارات يسوون يعني اللي قاعد بالبيت ما ادري ايه كلها يسوونها اللي ما يعرف يقول لا اللي ما يعرف يفرق ما بين اي شيء يجربه اي شيء ممكن يجربه تشوفوني تسمعوني عشان تقدرون تفهموني زين مهارات السؤال حتى السؤال لازم يسأل الممثل يعني تكون طريقه بعد ذهب سهلة. عبد الله شنو استفدت من الحصص او من التدريب الاعلام؟ يعني ما قصرت الدكتوره سناء اليوم علمتنا عن الاعلام. الاعلام يعني له اهميه فايده في جميع يعني من جميع الانحاء يا كان سياسيه اقتصاديه رياضيه. يعني الاعلام له دور كبير حتى لو مثل يوم كانت لازم عندنا كان اقوى سلاح الاعلام عند الناس. والله المحاضرات عطونا نبدأ عن شنو هي الميديا كعامة والإعلام وقالوا لنا يعني شلون الإدت وشلون يسوون البرامج وكل شيء يعني عن الإعلام. استفدنا من التدريب الإعلامي عن الإعلام بعرف المستمع وهو كان أقوى سلاح أيام الأزمة طبعاً واستفدنا أيضا من الفيلم اللي انعرض في الوثائقي اللي انعرض. استفادنا أهمية دور المرأة في المجتمع واستفادنا عرفنا إنجازات المرأة من قبل للحين تطورات اللي تطورت فيها المرأة من قبل للحين. استفادنا اليوم عن متى تم إنشاء مجلس الأعلى للمرأة ومهمات المرأة في المجتمع البحريني وشنو يقدم المجلس الأعلى للمرأة حق البحرين حق المجتمع. اليوم سوى لنا محاضرة عن برنامج أنا البحرين واستفدنا وتعلمنا شلون كل شيء عن حب الوطن واستفدنا بعد عن المجلس الأعلى للمرأة ومتى تأسس وكل شيء يقدمه للمجتمع. أول شيء يعني استفدنا وايد أشياء من أول ما بدينا المعسكر يعني استفدنا يعني تدربنا على حركات عسكرية تدربنا شلون نسوي حذاء على اليمين. استفدنا علمونا عن المرور عن المخدرات عن الإسعافات الأولية عن الدفاع المدني يعني عن كامل كل شيء. استفدت وايد أشياء في فعاليات في برامج ممتعة يعني في وايد أشياء. وثانيا المعسكر الصيفي هو يشمل على رؤية جلالة الملك حق مستقبلنا الجاي حق سنة 2030. يعني استفدنا ان يعني نتعامل مع بعض باحترام وتعلمنا حركات عسكريه واستفدنا شو اسمه ان من حقوق الطفل حمايه حقوق الطفل وعدم التنمر على الناس وش اسمه التحرش او هلون اذا حد مثلا سوى لنا هلون نتصل في حمايه حقوق الطفل. والله استفدنا الاحترام اللي اكبر منه واللي اصغر منه الحركات العسكريه وعن مثل الحركات العسكرية مثل الدوران المسير تحيمات العالم شلون مدها صح يعني أشياء مثل محاضرات اللي أعطانا المرشحين الله يطول بعمرهم. الحمد لله ورعايته ينعقد البرنامج للسنة الثالثة على التوالي. البرنامج تحديدا موجه لفئة الشباب اللي هم من عمر 12 ل 17. احنا مقدرين ان هذه فترة الصيف بالنسبة لهم وان هي لابد ان يستغلونها الاستغلال الامثل. فعلى اساس ذلك تم تصميم برامج يحقق اهداف موجوده مسبقه عندنا تتعلق باللي هو الاستغلال الامثل لهذه الاوقات اللي هي فتره الصيف الموجوده عندهم وايضا تنميه مهارات معينه الخاصه بالقياده
وعندنا اللي هي الأمور المتعلقة بتعزيز الولاء والمواطنة، هذه كلها الأمور موجودة يحققها اللي هو برنامج المعسكر. المعسكر الصيفي غرس روح المواطنة وحب العلم لدى الطلبة، لذلك يتم افتتاح الفعاليات بمراسم رفع العلم ويتم ختمها بمراسم إنزال العلم، فخلكم معنا عشان نحضر آخر فعالية. مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي معكم في رسائل مقبلة. مع السلامة.